الخوف ليها مخافه في حياتي برضه، لكن الخوف والمخافه الفرق الوضعي. مين يفضل يا منى؟ يبين ما الخوف ممكن يبقى من اي حاجه، المستقبل صح؟ اتفضل يا مروان. لا عاد صوتك اتفرع عمود ومحدش شايفه ولا سامع مش شايفه. ها المخافه ممزوجه باحترام وتقدير وحب. المخافه والخوف، امبارح كنت في خدمه مع اخواتنا في الشهداء الشباب وكنا بنتكلم عن الخوف والمخافه. فكان سليم كده، لو حد النهارده مش عايز يغلط او يعمل علاقه غلط علشان ما يجيلوش ايدز، مش عايز يعمل حاجه غلط علشان ما يجيلوش ايدز، دي مخافه. حد تاني عايز يتبدل وراح خد هدومه وطلع على الدير وقعد يقعد يتراجع، صح؟ الاثنين ما عملوش الغلط، الاثنين ما عملوش الغلط، بس واحد عشان خايف يعيا وخايف من تبعات الغلط او الخطيه، واحد عايز يبقى معروض، طالب حاجات معينه في حياته، حاطط نفسه مستوى روحي معين عايز يشتغل فيه، دي مخافه، صح؟ تمام؟ زائد الخوف في حاجات تانيه، الخوف انا اي قوانين ارضيه بيتخاف منها، ما تكسرش الاشاره الحمراء هتاخد مخاطره، صح؟ ما تنطش من الدور العاشر مش سوبر مان هتنط، صح؟ تحط الصباع في الكهرباء زي ما قلنا في المنطقه هتنط ولا ايه؟ تنشا ما ينفعش. اتفضل يا مكتب. المسؤول لا تخافوا الذين يكتبون الجسد، لكن خافوا الذي لهم السلطان على هذا الرجل. امين. في خوف الانسان يجيب لنفسه بعدم الايمان لما يكون عايش بعيد عن الله. فالخوف دايما جواه ما بيفكرش في حاجه غير اللي مرعوب في النار بقى. طيب مقياس المخافة مختلف بيننا وبين بعض. وليه؟ ايه هو مقياس المخافة؟ يعني انا اقدر اقول مثلا مخافة ربنا لو هي 10 درجات، انا 2 من 10 ولا 4 من 10 ولا 8 من 10 ولا انا كام ولا انا فين؟ 10 من 10 ان شاء الله عليك يا رب يديني روعك. ايه؟ المخافة هي المخافة. طيب. طيب كل حد فينا، خلينا نتكلم بس من الكلام الايه النظري، نتكلم عملي. كل واحد فينا عنده دايرة أو علاقة أو حاجة بتاعته هو وحيشها نفسه هو ومداري عليها هو ومش مديها لربنا. أنا معاك في كذا وكذا وكذا بس الحتة دي بتاعتي. الدايرة دي بتاعتي، صح؟ بخافك في كذا وكذا وكذا بروح وبعتفر واتناول ولو عندي السي دي بتاعك اللي بيتكرر كل شهر او كل 50 يوم او بتاع وبتاعي عند ابونا هو بقى له 30 سنه، صح؟ حلو قوي اروح الكنيسه واحضر اجتماعات وقاعدين مع بعض وبنبكيه وبنرنم وبنصلي وبنطمن بيه وبنتعلق فيه، بس برضه عندنا حاجات، صح؟ الحاجات دي ممكن تبقى حاجات كبيره عند حد، علاقات غلط مش علاقات ربنا لكنه ما زال ماشي فيها، بيجاهد انا معاكي وبيحاول معاكي، صح؟ وفي عنده حاجات حتى حاجات بسيطه لما يحس بس انه خد القلم الرصاص زي مينا ماجدة لما نسيب الكبير مشكله، ازاي ياخد القلم الرصاص مش بتاعي؟ صح؟ درجات المخافه كده مختلفه. صح؟ درجات المخافه مختلفه. صح؟ طيب ازاي كنت بسال اخواتي امبارح في الشغل، ازاي اعمل ابجريد اكبر نفسي اعلى لو انا المخافه عندي ربنا 4 من 10 وعايزها تبقى 8 من 10؟ اعمل ايه؟ وليه انا محتاج طيب ان يبقى عندي مخافه ربنا؟ في بركات للمخافه دي؟ في تكلفه للمخافه دي؟ طب لما هعملها وهتعب وهعمل تكلفه وهضغط على نفسي في حاجات معينه وهقطع علاقات معينه وهلغي عادات معينه وابتدي اغير من نفسي واكبر مع ربنا هستفاد ايه؟ ايوه هاخد ايه بقى؟ في بركات للمخافه؟ هراجع معاكم بسرعه على اللي حضر المؤتمر. في قصه سفر ملوك الثاني تتكلم عن اليشع. قولوا معايا هنقرا صوت عالي كلنا
وإحنا مركزين قوي في الكلام، أقول واحد اتنين تلاتة كلنا مع بعض، يلا واحد اتنين تلاتة. وصرخ إلى إليشا امرأة من نساء بني الأنبياء قائلا: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. فقال لها إليشا: ماذا أصنع لك؟ فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا درنة زيت. فقال: اذهبي استعيدي لنفسك أوعية من خارج لا تقلبي، ثم ادخلي وأغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية وامتلأ. قصة باختصار، نبي من الأنبياء كان موجود في الفترة دي. الراجل دوت كان يجي أول الشهر معهوش فلوس، يروح للمرابي يقول اديني 5 شيكل 7 شيكل اديني فلوس. وآخر الشهر دوت بياخد المرابي بيزود شوية، بياخدهم 8 بياخدهم 9. الراجل خد الرهنية من هنا فلوس ومات. المرابي جه آخر الشهر فين إن النبي مات. طب ما مات أنا عايز فلوس، معلش. يعني إيه ما عنديش؟ عايز فلوس؟ ما عنديش غير دهنة الزيت دي. فلمح بعينه كده لقى عيالين حلوين قاعدين، قال إيه؟ هاتيهم دول في سوق العبيد، يجيني هاتيهم. طب استنى اديني فرصه هو ولا اديني وجيري. الحقني يا ليشا، الحقني الذي هيروح مني. انت تعلم ان عبدك زوجي كان اخاف الرب، كان من الانبياء 100% كان ما تصدرش في الكتاب، لكن ليشا كان قابل النبي ده وعارفه وفي علاقه، عشان كده سيد راحت ليشا بتكلمه. هو اول رد انت بعمل لك ايه؟ ماذا اصنع لك؟ انا عملت في جوزك عليه فلوس، انا اعمل ايه؟ انت ما عادش غير دهنه زيت، وبتفكر ان الراجل ده كان بيخاف ربنا، وما ينفعش الله ربنا اللي بيخافوه يتبهدلوا يعني يتباع ولا يتبهدل، يعني مش هينفع مش هينفع. قال لها طب عدي على اللي حواليك، روحي خدي من هنا حاجه ومن هنا كسرانه ومن هنا برميلي ومن هنا بتاع، خبطي على كل الجيران وهاتي الحاجات دي في الاوضه عندك، ومن الازازه اللي فيها دهنه دي صبي صبي. بقول لك دهنه، عارفين ازازه الزيت الستات بتعمل ايه في الاخر؟ بتبقى لا وقت ما تصفي تبقى تسيب الحله عشان النقطه لما تعمل كده في الحته الاخيره دي. الحته الاخيره دي كان لازم تحلف ان ما فيهاش حاجه. فهي عندها الدهنه دي ما تجيبش املا ايه عن كسرانات ايه وحلل ايه؟ املا ايه؟ املا ايه؟ خدت حلل من ام حسقيال وشعب وماليش اللي حواليها وظبطت الدنيا وقعدت بتعمل كده. زيت مش عايز يخلص. خلصت اخر نقطه زيت مع اخر كسرانه بتملاها. الوقت ده كان مجاعة. الوقت ده كان مجاعة. دهنة الزيت دي كان يعني عندها دهنة زيت. بقت أكبر تاجرة زيت في المنطقة. المعجزة دي حصلت ليه؟ حصلت ليه المعجزة دي؟ عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب، مخافة الرب ليها تمام. مخافة الرب ليها مكافأة. حتى بعد ما مات مراته متبركة ولاده ما يتبهدلوش مخافة الرب كان ليها تكلفة فهي كمان ليها مكافأة. مفيش حد سبقنا على الكنيسة المنتصرة وكان كويس لما كلنا فاكرينه في العيلة أو في الكنيسة أو كده صح؟ نقول فلان خالي فلان ده كان كده لحد النهارده جدي ده كان مش عارف ايه صح ولا لا؟ مخافة ربنا ليها تمن وليها مكافأة صح؟ ربنا ما يبدش مديون. نكمل. ربنا كمان بيفرق معاه الناس اللي بقى يعني زي ما بقول لكم العامية كده، الناس الجدعة المجتهدة، الناس الجدعان. بولس كان بيعمل كل حاجة عكس اللي عايزه ربنا، كان بيحارب عن اليهود ازاي يجيب سفين ويحطهم في سلاسل مش كده؟ بس كان مجتهد. ربنا قال لك انا عايزه. صح؟ الناس المجتهده، واحد اسمه يوناداب ابن ركاب. يوناداب ابن ركاب دوت من ضمن الناس اللي كانوا قتلوا انبياء البعل ايام ايليا وكده. ومات واحد ما مات ب 300 سنه كان مدي وصايا معينه لاولاده. قال لهم لا تسكنوا في بيوت ثابته، خليكم ساكنين في خيام، ما تعملوش اراضي وتتمسكوا بالارض والكلام ده كله، احنا على فانيين كلنا 30 50 80 سواء هنموت مش مكملين. وكمان ما تشربوش خمر بعد 400 سنه. ربنا شاف شعبه تعبان بيعمل كل حاجه
عكس إرادة ربنا ومش بيسمع الكلام وجو مش مريح. ندهى رقية قالها رقية بقول لك إيه؟ ده النبي الرب وكان معروف في المنطقة. روح لبني ركاب وعزمهم واعمل لهم وليمة وحط في الوليمة ديت كؤوس وملالهم خمر وقعدهم يشربوا خمر. الخمرة كانت عالية جدا. الخمرة دي رمز للفرح. مش كده؟ يسوع كان بيشرب خمرة. صح؟ عادي بيعملوا يكسروا يحاولوا حمرا عادي الدنيا. الخمرة دي كانت حاجة غلط؟ ما كانتش غلط. وبعدين نبي الرب اللي بيكلمهم جاب بني ركاب تعالوا ايه ده النبي ربنا عايزنا ازاي في ايه؟ اقعدوا ده انا معمول لكم وليمه النهارده وقعدوا وحاطين لهم الخمر قال لهم اشربوا. قالوا له لا ده ربنا اللي بيقول اشرب. انا نبي ربنا بقول لكم اشرب. قالوا له لا. ليه؟ لان يناداب ابينا اوصانا ان لا نشرب خمر. ربنا زعل عليه نفسه بصراحه. قالوا بقى كلمه يناداب تمشي واولاده يحترموها وكلمتي ما تمشيش وبنيه ما يعملوش وصاياه. عشان كده باركهم وقال لا ينقطع ليناداب ابن ركاب انسان يقف امامي كل الايام. العشيره دي عشيره مباركه لاخر لحد الموت شغاله لحد النهارده. تلاقي حد من ولاد يناداب ده من الناس تشغل لحد النهارده يقف امام الرب هناك بقى في المنطقه اللي هو قاعد فيها. بركه لمجرد انهم اطاعوا وصيه. ما كانتش غلط على فكره. قد ايه بيجي لنا في شغلنا حاجات تطلب مننا اللي حوالينا كلهم بيعملوها. اوردر معين يجي من المدير بسبب جوايا حاسس ان حاجه غلط. بيحصل او ما بيحصلش. حاسس ان مش المفروض ان اعمل ده. صح؟ لكن بعمل ده عشان المدير ما هو اللي قال. في حد تاني يقف يقول لك ايه؟ ما عملش ده غلط. فاكرين زمان فرعون لقى ان شعب اليهود عمال يزيد 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 والعبرانيات كانوا نساء خويلات عمالين يخلفوا فنده الدايه كان قبيلتين دايتين قال لهم تعالوا لما تيجي العبرانيات تولد اوردر مني انا فرعون كل الذكور تموت. تقدر تاكلهم من فوق من الراجل اللي بياكلهم عيش ممكن يفنيهم في ثانيه ولو عملوا ما حدش هيلومهم ده الملك اللي قال بقى فرعون صح عملوا ايه القبيلتين؟ في تكلفه في تكلفه عرضوا حياتهم للخطر اه صح كانوا متعرضين ان هم يتسالوا للفرعون ويتعمل لهم ايه يا ترى هيتحبسوا يا ترى هيموتوا يا ترى اه كان ممكن لو حد وجع عليهم خد بالك ده العيون كذا تبقى كارثه صح؟ لكن ما ينفعش نقتل حد. ما ينفعش نعمل حاجه تضرب ربنا. صح ولا لا؟ عملوا ايه؟ استحيوا الولاد. حتى الفرعون لما لقى الولاد لسه في زياده ناداهم قال تعالوا في ايه؟ انا مش قايل لكم موتوهم؟ قالوا له النساء العبرانيات قويات يلدنا قبل ان نصل. في حاجه اسمها كده ده ما علينا خرجوا من المأزق ده صح لكن ايه؟ في حاجات كان عندهم مخافه لربنا نموت ازاي ناس؟ نموت ازاي عيال صغيره؟ صح؟ احنا من غيرهم بيعمل كده ده بيتاجروا في الاعضاء دلوقتي ما كانش فيها عليهم مكان صح ولا لا؟ في حاجه اسمها مخافه لربنا في مقياس معين للمخافه كل واحد فينا حسب بيته وحسب تربيته وحسب كان بيشوف مع عيلته وحسب الدايره اللي حواليه وحسب اصحابه كل واحد فينا عنده مقياس معين للمخافه. اتفضل. حسب قامته الروحيه هو وصل لحد فين؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ فاكرين كده لما بيقول ربنا كان بيكلم سبع اصنفه ناس عاليين قوي في القامه الروحيه في سفر الرؤيا يقول لحد لست بدل ولست حار يقول لحد مش عارف ايه وفي وسط الكلام يقول ارجع لمحبتك الأولى. ارجع لمحبتك الأولى. كلنا جاء لنا وقت كنا في اجتماع أو في ترميم أو في قعدة اعتراف أو في غيره كنا حاسين إن إحنا بنتغزل وقعدنا ودمعنا وعيطنا وقربنا من ربنا وخدنا تعهدات كتير على نفسنا وكان الكرب عالي أوي صح ولا مش كده؟ مفيش حد عاش من غير طيب. وما
معرفش ايه اللي حصل، الكلب ينزل تاني. وبعدين يجي نحضر مره في حاجه في بتاع تقرب ربنا ونسحب شويه، وايه على فكره دي حاجه صحيه جدا ان احنا كده يعني، بس الكلب ما يبقاش تحت، بس اهم حاجه انه ايه من فوق توب ويرجع لمحبتك اللي بيقول على قد ربنا ده قوي. اعمل ايه؟ افتكر عهدك مع ربنا، افتكر انك في يوم اللي قلت له يا رب انا عايز اكون بتاعك، انا عايز ابقى فرحان معاك، عايز ابقى حلوه معاك، عايز ارجع تاني زي الناس اللي بشوفها دي، نفسي ابقى قريب قوي منك، نفسي احس بحضنك، نفسي اخرج بره دايره حاجات كتير قوي ابليس حطها عليا لما كتبني، عايز اخرج بره ده بقى. وخدت تعهدات على نفسي، لكن مع الوقت ابليس دخل تاني وشهواتي وعاداتي وعلاقاتي اتبهدلت تاني. فرصه نرجع. في يوم اللي ربنا جاب ابراهيم وقال له ابراهيم خد بالك انت هيبقى عندك ناس كتير قوي، بص له كده قال له يا رب ما بنخلفش، ما ينفعش ما ينفعش. قال له لا هفكرك. قال له بجد يا رب؟ قال له اه. قال له طب ايه اللي يضمن لي؟ قال له هعمل معاك عهد دلوقتي، هعمل معاك عهد دلوقتي. قال له طب ايه علامه العهد دي؟ قال له هات عنزه وخروف ويمامه وحمامه واقطعهم اثنين، حطهم شمال ويمين وخليك قاعد اتمشى في وسطهم، ده العهد اللي بيني وبينك. بجد يا رب؟ بجد انا هتبارك كده لو عندي ناس وحد من صلبي هيورثني؟ اه. عمل اللي طلبه بالظبط. بيقول كده خذ اكله وعنزه وكبش ويمامه وحمام، شطها من الوسط، حطهم يمين شمال ويمين وتمشى ما بينهم، ده العهد اللي ما بيني وبينك. ابراهيم عمل اللي طلب منه بالظبط، لان مع الوقت وريحه الدم والكلام ده كله ابتدت الصقور والنسور تنزل تاكل في الحمام وفي الكباش وفي الحاجات اللي موجوده دي. وابراهيم عمل اللي عليه صح. طلب منه ربنا حاجه وهو عملها، مش كده؟ ممكن يقعد على كرسي لحد ما بقى النسور تاكل والصقور تاكل وخلاص. لا. العهد ده مهم عندي. انا ليا دور، كان يا رب دي علامه العهد انا هحافظ عليها. بيقول انه فضل ابراهام يذكرها، يمشي الناس يمشي الصقر وجايب عصايه ويهش. ليه؟ انا عايز العهد ده يفضل قايم، عايز احافظ على العهد اللي بيني وبين ربنا عشان اتبارك ويبقى عندي ناس زي ما هو قال عليا دور، عليا دور. يمكن احنا الفتره الاخيره ما كناش بنذكر الجوارح والحاجات اللي بتيجي على دماغنا من فوق من ابليس، وده اللي خلى العلاقه الروحيه فتره شويه قلت شويه. يمكن كل واحد عارف بالظبط هو فين وكيف نزل ليه وايه العاده او العلاقه او الموضوع اللي مخليه تعبان. علما لما كنت قريب من ربنا كنت حاسس بايه وحاسس بتشديد قوي، صح ولا غلط؟ طب ما يلا ما فرصه. انا مش عايز اطول عليكم في الختمه، المخافه واضحه قوي وسهله قوي، ليها تكلفه. هقعد اركز عامل وصايه النعمه واتناول واعترف واروح واجي، اه هبقى في وسط دوائر روحيه واجتماعات بنتحايل عليكم وبنتحايل على الناس عشان الافتقاد عشان سوء الاجتماع، بنقعد ساعه على ساعه ونص مع بعض عشان نسمع كلمه ربنا ونرنم، بيتهيأ لي الوقت مش تقيل، صح؟ طب بنكسر ليه؟ اه اصلا مش عارف ايه؟ اصلا المسلسل بتاع يسرى؟ اصلا اي حاجه ثانيه مهمه غير ايه؟ غير ان احنا بنيجي، اما يعني ساعه ونص ولا ساعتين في الاسبوع مش كتير على ربنا، وقداس مره جمعه او الحد يعني مش كتير. احنا اللي بنعوزنا، احنا اللي بنشبع، احنا اللي بنتشفي، احنا اللي بنهدى، احنا اللي بنكبر، صح ولا من كلام بعيد عن اللي قاعد؟ حد ليه اي اسئله عن المخافه؟ موضوع مفضل. رأس الحكمة، لا ده بصوا رأس الحكمة 14 مرة في سفر الأمثال، اقعد حلو قوي. أول حاجة خالص ذكرت كلمة مخافة الله 14 مرة في سفر الأمثال. مرة يقول لك مخافة الله رأس المعرفة، مخافة الله بيت الحكمة، مخافة الله بغض الشر، مخافة الله تزيد الأيام، مخافة الله ينبوعها حاجات كتير قوي. مخافة الله مركز. واللي بيتكلم كده مين؟ أحكم إنسان على وجه الأرض سليمان، اللي هو المفروض يعني لما يجي يعلمنا نقف انتباه بقى، ده بقى شاف كل حاجة وعمل كل حاجة وربنا إداله أعلى حكمة على سطح الأرض، يقول لك عملت كل حاجة وشفته وعملت جنات وعملت فراديس وعملت عبيد وقف بس رأس الحكمة. مخافة يعني حاجة مهمة قوي.
قوي اللي ما كانش ركز عليها في السفر دوت سليمان الحكيم.